عمي إلا أنوار عمومية وذلك إنها عمة في سائر الكيان. وغالت أم عبد الرحمن لما سقط على يدي واستهل عليه الصلاة والسلام مغرونتان بالزكية. سمعت غائلا يقول رحمك الله ويا هنيئا لها بتلك المجلسان. وأضاء لها ما بين المشرق والمغرب من أنواره العظم مؤتيا حتى لا فأمور دالة على عظيم مكانته من الحق والمكان كالاتجاج الواقع في ديوان كسرى ذي البناءات الدوية المعروفة بأنوار شروان. فذلك إذا تأملته وكنت ذا نظرة وبصيرة بصيرية ترى فيه أعظم البشائر بانهدام دعوة البطلان. وغيظ البحيرة المعروفة بناحية الفرس بطبرية فيه من الآيات الساطعة بالحق والبرهان. وأعجب من ذلك كله إذا دققت خمود النار الفارسية